الخاصيه ديال المغرب لم يواجه فقط يعني جائحه مثله مثل الدول الاخرى. الدول الاخرى واجهت جائحه وهي في وضع مدني مريح بين قوسين، في حين المغرب كان يواجه جائحتين، جائحه كورونا وجائحه الحرب مع الجزائر. يعني انا من الناس الذين لا يؤمنون بوجود حاله سلم مع الجزائر، أنا دائما أقول بأن المغرب دائما في حالة حرب، وحتى ما يقال حول وقف إطلاق النار في 1991 فهو وقف لإطلاق النار للحرب التقليدية، وانطلقت حرب أخرى أكثر شراسة من 91 إلى الآن، وبالتالي فالمغرب دائما في حالة حرب، وهذا ما يعطي واحد الميزة للمغرب كما قلت أنه استطاع أن يتجاوز يعني المحنة ديال كورونا بأقل الخسائر، في الوقت اللي دول أخرى أقوى من المغرب من الناحيه الماليه والاقتصاديه، وناتجها الداخلي الخام اقوى من المغرب، ومع ذلك عانت المرة وما زالت تعاني فعلا. ونحن نعرف الحرب التي يعني خضت بمختلف بقع حول الحصول على اللقاح الى اخره، والحمد لله المغرب تمكن بفضل يعني الحسن ديال الاداره ديال الازمه ديال كورونا من ان يكون في المراتب العشر الاولى على المستوى العالمي في تدبير هذه الازمه، هذا من جهه. من جهه ثانيه هو ان يعني الاعتراف الامريكي او المكاسب السياسيه التي حققها المغرب يعني لم تاتي هكذا يعني من السماء نزلات، بل بالعكس راه هي واحد الطبخه اللي تمت على واحد النار هادئه، اللي المغرب يحصد ما زرعه طيله واحد المجموعه ديال السنوات ديال العمل الصامت والعمل اللي فيه اللي سوماغينيين خدامين. لا ننسى بان راه كاين واحد المجموعه ديال الجنود يعني مغاربه ينتمون لمختلف المؤسسات مدنيه ودبلوماسيه وعسكريه وامنيه يشتغلون على هدف واحد الا وهو تامين وتحصين المكتسبات ديال المغرب، والحمد لله يعني هذا المجهود الذي بذله المغرب في السنوات يعني الخمس الأخيرة أثمرت هذه الإشراقات التي تمثلت في الاعتراف الأمريكي، تمثلت في تزايد يعني الدعم الدولي للمقترح للحكم الذاتي، ثم وهذا هو الأساسي وهو يعني فتح القنصليات التي تجاوزت الآن 24 قنصلية في المدن الجنوبية. ولليقين أن الحدس ديالي ليست لدي معلومات، ولكن الحدس ديالي يقول بأن القادم من الأيام سيعرف أيضا مزيدا من القنصليات التي ستفتح في الأقاليم الجنوبية.